رواية طبعا تعرفون انه رواية الامام جعفر الصادق عليه السلام هي حجة دامغة، انه في ظهر الكوفة هناك قبر جدي الامام علي عليه السلام بين ثلاث ثكوات. ومن الرواية الاخرى اللي اكدت هذا الشيء وتم اكتشاف المكان وعلى اثرها شيد اول بناء للقبر المقدس الشريف في زمن الخليفة هارون الرشيد عند رحلاته أو جولاته الصيد، لم يتمكن من صيد الغزال في هذه المنطقة. وبعد الاستفسار بأنه ما هو سبب عدم إمكانية الصياد من صيد الغزال، أبلغوا بأنه هذا المكان أو بالذات المكان اللي يكون فيه إلى الروحية وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي أفرز بأنه تأكيد في ظهر الكوفة قبر الإمام علي عليه السلام بين ثلاث ثكوات. وبالفعل تم إنشاء أو بناء أول بناء للقبر المقدس الشريف سنة 167 هجرية. توالت العمارات حقيقة إلى أن وصلنا إلى آخر عمارة، سبع عمارات. العمارة الأخيرة قبل حوالي 400 سنة تم إنشائها من قبل بتوجيه من الشيخ عباس الصفوي وإشراف الشيخ البهائي قدس الله روحه. طبعا خلال هذه الفترة تعرضت البنايات للحرق أو التوجه من قبل الجيوش الوهابية من أجل هدم هذه البناية أو هذا القبر المقدس الشريف، ولكن الله سبحانه وتعالى كما تعرفون حافظ لأهل البيت، وإن شاء الله حافظ إلى عوائلكم وحياتكم المستقبلية بإذن الله. العمارة الأخيرة تتكون من طابقين. الطابق الأول هو الأعلى، محل مبيت طلبة الحوزة القادمين من خارج النجف لقلة المدارس الدينية، ولقرب هذا المكان المبيت من مكان إعطاء الدروس الحوزوية ملئت غرف الطابق الأعلى بطلبة الحوزة. أما الطابق الأسفل فهو محل إعطاء الدروس الحوزوية وكذلك قبور لكثير من أموات العوائل النجفية وبالذات طلبة الحوزة الدينية. انتفى أيضا انتفى أو ألغي الحقيقة انتفى الدرس في الطابق الأعلى، أما بالطابق الأسفل فألغي من قبل النظام الجائر حسب توجهاتهم. كذلك أرضية الصحن الحيدر الشريف هي محل قبور أموات كثير من العوائل النجفية أيضا تم إلغاء الدفن. حقيقة غلف الصحن الحيدري الشريف بالكاش الكربلائي المزغرف بأشكال جدا جميلة تبهر الناظر، ولكن للأسف تأثرت بمياه الأمطار والعواصف قبل 125 تم التغليف، وحاولت الأمانة العامة في كوادرها أن تعيد بعض الشيء من اللمعان والبريد، ولكن للأسف الأتربة والمؤثرات البيئية أخذت موضعها على الجدار. هناك معالم موجودة في العتبة غير موجودة في باقي العتبات، أولها الساعة الشهيرة، وهي نفس الساعة التي تم صنعها من قبل المعمل الذي صنع الساعة الشهيرة بيجبن، وهي واحدة من ثلاثة في العالم، الأولى بيجبن والثانية في بغداد والثالثة في النجف الأشرف. قبل 124 سنة تبرع بها أحد الأمراء القاجاريين ووضعت وكانت تعمل بنظامين، ولكن للأسف أيضا لعدم الاهتمام بها، والحمد لله بعد السقوط تم انتشالها وأعيد عملها بالشكل الصحيح والجيد. هناك معلم آخر ما موجود في باقي العتبات وهو مرزيب الذهب،
وهذا المرزيب من الجهة الجنوبية باتجاه الكعبة اعتيادي كما تعرفون وضع أي مرزيب هو لتصريف المياه الساقطة من الأعلى إلى الأسفل. لكن أجدادنا القدماء لقلة وجود الساعات قبل 300 سنة أو أكثر وعدم القراءة والكتابة أو قلة القراءة والكتابة فاتخذوا من هذا المرزيب شاخص لتحديد وقت الزوال أي وقت صلاة الظهر من خلال شنو سقوط أشعة الشمس على هذا المرزيب وحدوث ظل. هذا الظل انطانا أو حدده دائما بوقت الزوال وقد يزيد أو ينقص حسب تغيير الفصول. لكن بعد هذه المعلومة بعد انتشار الساعات والقراءة والكتابة أصبح غير مجدي وإنما بقي على معلومة أخرى وهي الصلاة تحت المرزيب ربعتان قضاء حاجة وإن شاء الله حوائجكم وحوائجنا مقضية بإذن الله. دائما بما أنه الإنسان في الوجود لابد من التوسل والتوسط إلى الله بواسطة أهل البيت عليهم السلام لقضاء الحوائج وتسهيل الأمور. فتلاحظ دائما في تحت هذا المرزيب مكتظ الناس وبالذات الآن شريحة النساء هي الماخذة هذا الموضوع. دائما يصلي الإنسان لأجل قضاء الحاجة وبعد حصوله على الحاجة وتسهيل أموره يرجع مرة ثانية أيضا وهكذا. وهذه هم فد بركة ورواية موجودة كل هناك بقعة في ظهر الكوفة كل من قصدها شفى من علته أو سهلت أموره. ومجرب وتوفيق أكو صراحة إن كان من حيث شفاء المرض أو من قضاء الحوائج. عندنا معلم آخر وهو الدخول للحرم الشريف من الجهة الشرقية ليس كباقي العتبات من الجهة الجنوبية باتجاه القبلة. هذا الموضوع الحقيقة إلى ارتباط روحي مع شخصية الإمام علي عليه السلام وهي أن تكون أشعة الشمس من شروقها تدخل في أروقة الحرم المقدس الشريف. الربط الموضوعي وهو أنه في حياة الرسول في أحد معارك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ردت الشمس إلى الإمام علي لإداء الصلاة. فعلى هذا الأساس صمم الحرم الشريف بارتباطه أو بحساب أشعة الشمس مع الفلك ببناء القبر المقدس الشريف. هناك من رجال الدين الأعاظم الحقيقة اللي تشرفوا بالدفن بعد حياتهم بجوار أمير المؤمنين منهم أو أشهرهم الشيخ الأنصاري عند مدخل باب القبلة والشيخ عباس القمي في الليوان الثالث من جهة اليمين. أما الشيخ النايني من الجهة الشرقية والسيد أبو الحسن الأصفهاني وأولاد الأربعة سيد أبو الحسن الأصفهاني والسيد أبو القاسم الخوئي وأولاد الأربعة السيد علي موت طبيعي السيد إبراهيم مقابر جماعية السيد محمد تقي في طريق كربلاء بحادث مفتعل وأخيرهم السيد عبد المجيد في النجف الأشرف بعد السقوط. أما من الجهة الشمالية ففي جامع عمران بن شاهين قبر السيد محمد كاظم اليزدي والسيد عبد الحسين شرف الدين العامل. وفي هذا المكان من الجهة الغربية قبل ما يصير رواق أبو طالب عليه السلام كان ممر يسمى الصوبات وفيه أيضا مقابر لكثير من العلماء أشهرهم السيد محمود الشاروت. وفي إيوان الذهب الحقيقة هناك قبور للشيخ المقدس الأردبيلي قرب المنارة الجنوبية والملقب بأبي تفاحة. أو قد يسأل الشخص أو السائل بأنه ما معنى أبو تفاحة؟ وهو عند مجيئه إلى النجف الأشرف قطع تفاحة من أحد بساتين المناطق اللي مر بيها
وبعد مكوثة بالنجف الأشرف أراد أن يبرئ ذمته من هذه التفاحة، فلجأ إلى صاحب البستان وحاوره بحصوله على براءة الذمة، فما كان إلا من صاحب البستان أن يمني عليه الشرور فإن يقبلها فيبرئ ذمته. فكان الجدال والحوار مستمر، وهي أنه الشروط شنو هي؟ أنه عند بنت تملك من الصفات الغير حقيقية، هو انطاء الصفات الغير حقيقية كانت تكون غير واضحة بالنظر أو الرأس إلى آخره، فكان الشيخ يصر على قبول الشرط مقابل أن براء الذمة من التفاحة. وإن شاء الله نحن وأنتم نكون على هذا النفس الطيب اللي نبرئ ونخلص أنفسنا من كل المتاهات والشبهات. فبالنهاية وافق الشيخ الأردبيلي على الشرط وحصل على براءة الذمة، وإذا بالفتاة بكامل صفاتها ومواصفاتها الحسنة والجميلة والأخلاق العالية، فحصل من هذه المعاملة بعد حياته وكثير من طبعا تدرج في الزهد والعلم وأصبح أستاذ أيضا بالفقه والعقائد، وحصل بعد وفاته وحياته أنه الدفن بجوار أمير المؤمنين. أما العلامة الحلي عند المنارة الشمالية، وهو كما معروف الشيخ جمال أبو الحسن اللي على يده استشيعوا كثير من المسلمين في منطقة بلاد فارس، والسيد مصطفى خميني أيضا بجانبه. هناك من الجوامع اللي موجودة في محيط الحرم الشريف أهمها وأقدمها مسجد عمران بن شاهين، عمره قرابة 1045 سنة. هذا الرجل أمير من أمراء العرب من منطقة البطيحة جنوب العراق، اختلف مع سلطان الدولة البويهية آنذاك في العقد الرابع هجري، والتجأ إلى أمير المؤمنين وشاهد أو التقى مع الإمام في المنام بالأحلام بأنه لا تخف ستلتقي مع عبد الدولة البويهي الذي كان لقبه هكذا، وحيي باسم الحقيقي وهو فنا خسرو. من هاي الكلمتين كرامة لأمير المؤمنين وبركة الله بالفعل التقى عمران بن شاهين بسلطان الدولة البويهية وحيا باسم الحقيقي فنا خسرو، فتعجب من هذه المعلومة، وكان الجواب من الإمام علي عليه السلام، فأعفي عن وعطلت صراحة أو انتهى الخلاف بينه وبين عبد الدولة. فبعد ذلك كما تعرفون كل إنسان من يكون في ضيق وشدة لابد أن يتوسل إلى الله بتسهيل أموره وقضاء حوائجه، أن يطلب من الله بشيء من النذر أو يكون في ذمته. فشهد الجامع الذي الحقيقة نفتخر لأجدادنا القدماء لكون عدم وجود التكنولوجيا والأكاديمية قبل 1045 سنة، شيد بشكل جدا جميل عمارة إسلامية وأعيد ترميمه وصيانته على ما هو عليه، وبعد ذلك أقيم عليه معرض المخطوطات القرآنية من القرن الأول هجري إلى القرن الرابع عشر. المخطوطات القرآنية تضمنت نسخة للمصحف الشريف بخط الإمام علي عليه السلام طبعا بدون نقط لأنه ما كان أكو تنقيط، وبعد ذلك كثير من الإبداعات والمخطوطات القرآنية. عليكم السلام مولاي، أهلا وسهلا. من المخطوطات القرآنية التي كانت بدون تنقيط وبعد ذلك بالتنقيط، كذلك في ضمن هذه المخطوطات تحفة هي حبة التمن مكتوب عليها سورة الإخلاص. كل هذه المواد موجودة الآن محفوظة في
في مكان أمين إن شاء الله. ترى النور عندما